جان يلا جاية جاية جان. أهلين حبيبي. أهلين حبيبتي. يلا يلا تعالي فوتي يلا يلا فوتي تعالي يلا يلا أوام يلا. جان مين هي؟ ميسون. جان اللي مين هي؟ أنا كتير آسفة لأني عم بستقبلك بالبيجامة بعتذر. أوه شو هالحكي فتون خانم، أنا ماني غريبة عنك. ميسون أنا وأنتي شو حكينا بالسيارة؟ مزبوط أنا ما بعرفك، وكمان هي أول مرة بشوفك يا خانم. مرحبا يا خانم، أنا ميسون. يا أهلين وأنا فتون. وهالحلو سمعه سمعه؟ إيه أوه حلو كتير واسمه بجنن. أي صح. يي ليش واقفين؟ تفضلوا فوتوا لجوا. يلا ميسون فوتي فوتي لجوا ميسون. تفضلي تفضلي. سمعوا كمان رح أحطه هون قدامكم على مهل. يا عمري أنت يا عمري. شو بدي أقول لك فتون؟ ميسون بنت أختها لناجية يلي عنا. آها عن جد؟ وسمعوا كمان بيكون ابن ميسون. آها ابني. الله يحمي لك يا دخيل هالوش، ما أحلى بجنن كتير حبيبي. طاير مخال آخر نوب نسيانتو ما نتذكرتو نوب. فتون اسمعيني حبيبتي، هنن وأنا بدنا مكان نبقى فيه اليوم، فأجينا لعندك لأنه بيتك فاضي وما عندك حدا، يعني بتمنى ما يكون عندك مانع. بس بيتكون أكبر جان، وبظن هنيك رح يرتاحوا أكتر. إيه؟ هنيك بصراحة أنتي حكيك إيه مزبوط مزبوط. فتون أنا تخانقت مع أمي وصوتنا وصل للسما، ومو بس هيك، لا أنا سكتت لها ولا هي سكتت لي، ولهذا السبب أخذت الاثنين وإجيت لهون لعندك فتون. تخانقت مع أمك وإجيت لعندي؟ إيه إيه والله فتون، يعني مثل العادة. شو أنت ما بتعرفيها لأمي؟ إيه وهذا اللي صار معي. أنا وخالتي ناجية كمان بلشنا شد بشعر بعض، نحن كمان طلعنا معه ما عنا مكان نروح عليه، مزبوط يا بيه؟ إيه صح هذا اللي صار. شكله جو بيتكم كان كله خناق ومشاكل. أوف أوف. إيه مو مشكلة، ميت أهلا وسهلا. شو بتحبوا ضيفكم؟ شو بعمل للبيك الصغير؟ حليب؟ إيه بصراحة أنا ما بفهم أبدا بتربية لولا. شكرا شكرا. أنا معي الحليب تبعه، بس بدي سخن له مي لحتى أول ما يفيق طعمي. لا تقومي لا تقومي، لا تعذبي حالك، أنا بسخن له. جان بيك شو صار لك؟ هاي طاقة مخ على الآخر. جان بيك اسمعي، شو بدك؟ أنا خايفة ومرعوبة. المخلوقة عم تقول إنها ما بتفهم أبداً بتربية الأولاد، شو بدنا نساوي هلأ؟ سكتي ميسون. ما فيني اسكت. سكتي ميسون سكتي خلص. لا تخافي، أول ما يرتاح سمعه شوي رح نلاقي حل لكل هالمشاكل. ماشي إن شاء الله الحل، المهم تضلي هادي وبس. ماشي يا ربي دخيلك، ادعي معي يا ربي دخيل اسمك، فتح عيونه بصيرة هالبنت ورجع لها عقلها، رجع لها عقلها بسرعة يا ربي دخيلك. يا أمين رب ميسون. دخيل أمين اسمك حاجة. يا ربي دخيلك خلص بكفي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.